إعلامية من العصر الذهبي ومن رواد مذيعي الأخبار في التلفزيون الأردني، هي الإعلامية سوسن تفاحة التي تميزت بدفء صوتها وقوة حضورها وثقافتها الواسعة. حازت البكالوريوس في الأدب العربي والماجستير في الصحافة، التحقت بالتلفزيون الأردني نهاية السبعينيات من القرن الماضي، وقدمت رسالة الأردن الإخبارية من شاشات التلفزيونات العربية، وظلت في العقود الثلاثة الماضية متمسكة بحضورها البهي عبر الشاشة الفضية. ولإيمانها بالعمل التطوعي، فقد انتمت سوسن تفاحة إلى عدد من الجمعيات والنوادي الاجتماعية التي تهتم بالمرأة والطفل وتنمية المجتمع، وشغلت منصب رئيسة الاتحاد النسائي، واختيرت العام 2005 عضواً في المجلس الأعلى للإعلام.